يقول لك رجل دخل إلى محل خضار وفواكه ويبغى يشتري موز، قال كم كيلو الموز؟ قال لصاحب المحل كيلو الموز ب15 ريال. دخلت حرمة قالت كم كيلو الموز؟ قال لصاحب المحل الحرمة كيلو الموز ب5 ريال. انقهر اللي هو الرجل الأول اللي قال له ب15 وقاعد يطالع فيه، فغضب عليه وكان يبي يتكلم عليه قدام الحرمة. قال له دقيقة بس اصبر شوي. عطى الحرمة كيلو موز ب5 ريال وراحت الحرمة ومشت. بعد ما مشت ناظر فيه الرجل وقال له والله الحرمة دي إن عندها 4 أيتام وإنها أرملة، وإني من الناس اللي حاولت إني أعطيها وأتصدق عليها وكانت ترفض الصدقة، وعلشان كذا أنا أخفض لها بالأسعار يا جت تشتري من عندي. والله إني أعطيتها الكيلو ب5 ريال كله علشان إني أنا مستعد أعطيها مجاني، لكن ما تقبل، بس علشان إني أبغاها تأخذ وتوكل عيالها 4. يقول كل ما أعطيتها وبعت عليها برخيص أبيع عليها، يقول إن الله يرزقني دبل أدبال اللي نبيع عليها. سبحان الله سبحان الله، قضاء حوائج الناس لذة لا يعرفها غير اللي جربها. إي والله، وكسر الخواطر. يقول لك الرجال هذا بعد ما سمع القصة اقتنع للرجل هذا صاحب محل الخضار والفواكه وقال الله يعطيك العافية ومعليش والله اني كنت بيندفع. قال انا شفتك كنت بتندفع لكني قلت لك اصبر علشان افهمك، والله اني اخذ لها مجاني اوديها وانها ترفض ولا تاخذ، قلت مالي الا هالطريقة ذي اني ابيعها باسعار رخيصة، ومن بعتها باسعار رخيصة ان الله رزقني دبل وثري. فسبحان الله سبحان الله. بس والله اكتبونا بالكومنتات نفيد ونستفيد.